أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير. مشاهدي الكرام وأهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج جلسة الأعمال، وفيها إن شاء الله مواضيع اقتصادية متنوعة لهذا الصباح نناقشها مع ضيوفنا المتخصصين. في أولى مواضيعنا سنتطرق إلى ما أعلنته وزارة المواصلات من سياسة استخدام وقود الديزل النقي الصديق للبيئة، والذي أعلنت عنه الوزارة وأعلنت عن استكمال المتطلبات اللازمة لتحويل الحافلات والشاحنات نحو استخدام هذا النوع. وسنفتح نافذة إن شاء الله على قمة قطر للتجارة التي تهدف إلى إبراز النمو الاقتصادي للبلاد في حقبة ما بعد وباء كورونا، ومن ثم نذهب إلى المؤتمر 57 للجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم، والذي يعقد لأول مرة في الدوحة، واستضافة هذا الحدث العالمي على أرض دولة قطر لإطلاع جميع المشاركين على تجربة قطر في الاستعداد لاستضافة الأحداث العالمية في مختلف المجالات، ومنها بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل. وبالطبع محطتنا المعتادة بورصة قطر وتحليل مفصل، كما سنأخذكم إن شاء الله في نظرة تحليلية حول البورصات الخليجية والعالمية، وبالطبع أسعار الطاقة والنفط والذهب الذي ارتفع لأعلى مستوى في شهرين تقريبا عند تسوية معاملات الاثنين. كما سنذهب في جولة لمعرض قطر للضيافة الذي انطلقت فعالياته يوم أمس بمشاركة أكثر من 170 جهة محلية وعالمية. ضيوفنا إن شاء الله لحلقة هذا اليوم من الاستوديو السيد أحمد الفضلي الصحفي الاقتصادي، ومن بورصة قطر سيكون معنا إن شاء الله السيد محمد حمدان الصحفي الاقتصادي، ومن معرض قطر للضيافة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الزميلة نادين البيطار، وأيضا الزميلة سلام عمر ستنضم إلينا إن شاء الله من قمة قطر التجارية. وفي الجزء الثاني من البرنامج سينضم إلينا من السعودية السيد تركي فدعق المستشار المالي ومن العاصمة الأردنية عمان، سينضم إلينا السيد عامر الشوبكي الخبير النفطي. على بركة الله نبدأ معكم أولى فقراتنا لهذا الصباح. إذن أعلنت وزارة المواصلات العمل على استكمال المتطلبات اللازمة لتحويل الحافلات والشاحنات نحو استخدام الديزل الصديق للبيئة والخالي من المادة الكبريتية التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والإدارة العامة للمرور وشركة قطر للطاقة والجهات الأخرى ذات الصلة. دعونا مشاهدي الكرام نستعرض وإياكم في هذا التقرير سياسة استخدام وقود الديزل النقي وما هي أهداف هذه السياسة. إذن كما نتابع وإياكم تطبيق سياسة استخدام الديزل النقي في إطار استراتيجية التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة بتنسيق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس والتقييس والإدارة العامة للمرور وشركة أيضا قطر ل الطاقة. لو ما ذهبنا إلى طبعا تطبق هذه السياسة على كافة الحافلات وعلى كافة الشاحنات التي سيتم استيرادها من الطرازات المصنفة للعام 2023، أهداف الرئيسية هو أولا المساهمة في خفض حجم الانبعاثات الكربونية الضارة للبيئة، المحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي وتحقيق الاستدامة البيئية، وأيضا توفير بيئة نظيفة صحية آمنة للأجيال الصاعدة وأيضا القادمة. ننتقل وإياكم إلى أيضا هناك العديد من المزايا التي تدعم الاستدامة
أهمها هو الحد من الانبعاثات أو الغازات الدفيئة وعوادم المركبات الضارة بالبيئة، ثانيها استخدام التقنيات والوقود النظيف والطاقة الكهربائية، ثالثها الارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات، وأيضا اتباع أفضل المعايير والمواصفات والتقنيات الحديثة. هناك معايير طبعا لهذه الانبعاثات الأوروبية، أكسيد الكربون بحيث لا تتجاوز 1.5%، أما المعايير المستخدمة سابقا كانت ترتفع إلى 22%. نسبة الكبريت في وقود الديزل ضمن معايير الانبعاثات الأوروبية هي 10 جزء في المليون، في المعايير المستخدمة سابقا كانت مرتفعة بشكل كبير إلى 500 جزء في المليون. أما عن كثافة الدخان من 1 إلى 1.5% هو جزء في المليون، بالمقارنة في السابق مع المعايير المستخدمة سابقا كانت ترتفع إلى حوالي 0.46% جزء في المليون. إذن يعني إجراء ممتاز جدا، إجراء سيعزز طبعا من الهدف البيئي لدولة قطر والمعلن سابقا، والتقليل من الانبعاثات أيضا كما ذكرنا. سيد أحمد فضلي، كما تابعت إذن هذه السياسة التي أعلنت عنها وزارة المواصلات بالتعاون مع العديد من الجهات لتعزيز دور البيئي لدولة قطر، كيف سيدعم من استراتيجية التحول للمركبات الصديقة للبيئة؟ طبعا في البداية مروان صباح الخير لك ولكافة المشاهدين. مما لا شك فيه أن هذا التحول أو هذا القانون أو القرار الجديد الذي قامت به وزارة المواصلات بالتعاون مع عدد من الجهات سواء من قطر للطاقة أو حتى يعني المؤسسات الأخرى التابعة لها، سيكون مساهم بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة. لا ننسى هنا دولة قطر قامت بانتهاج مجموعة من الخطوات في هذا الإطار، لا ننسى أنها هي كانت من تعتبر من أولى الدول التي قامت بتوفير السيارات الكهربائية ذاتية الشحن، وكذلك لا ننسى مؤخرا قامت بالإعلان عن استراتيجيتها الوطنية في إطار المحافظة على البيئة، ومن ضمنها الحد من الانبعاثات الطاقية أو الغازية المضرة البيئة بشكل عام. دولة قطر يعني كانت لها إسهامات ومبادرات كبيرة خلال الفترة الماضية لدعم البيئة والمحافظة على المناخ القطري، ولابد من التونيه يعني حتى الشعار الوطني لهذا العام أو الاحتفالات باليوم الوطني للدولة خلال شهر ديسمبر المقبل سيرفع شعار المحافظة على البيئة بشكل كبير، وبالتالي يمكن القول أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تخفيض الانبعاث الحراري وانبعاثات الغازات الدفيئة التي ربما تضر بالمحيط. نعم. سيد محمد حمدان، وزارة المواصلات قامت بالتنسيق مع كهرماء لوضع سياسة المركبات الكهربائية والهجينة في دولة قطر بهدف دعم تأمين حاجة البلاد من الطاقة النظيفة على نحو دائم ومنتظم. هل نرى في المستقبل القريب انتشار كبير لهذه المركبات والاعتماد عليها؟ أسعد الله صباحكم بكل خير أستاذ مروان ولمشاهدي تلفزيون قطر. في الحقيقة نعم، أنا أعتقد أن المستقبل ماشي في اتجاه الطاقة النظيفة بشكل عام وفي اتجاه السيارات التي تستخدم الطاقة النظيفة. نحن بنشاهد مبكرا دولة قطر اهتمت بهذا المجال، والمؤسسة العامة للقطرية الكهرباء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أبرمت اتفاقيات مع وزارة المواصلات ومع شركة الديار القطرية وغيرها من المؤسسات في سبيل التحول للطاقة النظيفة من ضمن البرنامج الوطني للترشيد. شهدنا اتفاقيات مع الديار القطرية لإنشاء 10 محطات للطاقة النظيفة في مدينة لوسيل، شهدنا اتفاق ما بين وزارة المواصلات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإنشاء 30 محطة شحن للسيارات الكهربائية على أن ترتفع إلى 100 محطة شحن بحلول العام المقبل، وهنالك خطط ومبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة وتيرة هذه المحطات. أعتقد هنالك خطط أيضا جيدة من قبل دولة قطر ووزارة المواصلات بالتحديد في اتجاه أنه بنسبة 25% من الأسطول العامل في المواصلات العامة يتحول إلى أسطول صديق للبيئة وبيعمل وفقا لمبادرات الطاقة الكهربائية. في هذا الصدد أعتقد دولة قطر خطت خطوات متقدمة وماشية في هذا الاتجاه، وهذا يتماشى مع المعايير العالمية بالنسبة للبيئة والاستدامة واضح ومواجهة التغير المناخي. نعم.
لهذا الخبر العاجل مشاهدي الكرام، مؤشر بورصة قطر يرتفع في هذه اللحظات مخترقاً 12 ألف نقطة. هذا المستوى المنتظر وهذا المستوى مستوى الدعم الرئيسي والمهم للمؤشر العام، لم نصل إليه منذ أكثر من 8 سنوات، مدعوماً بالعديد من الأنباء الإيجابية التي كنا قد تحدثنا عنها سابقاً. كان واضح منذ حوالي أسبوعين كان الحديث عن أنه المؤشر العام في طريقه نحو استهداف مستويات 12 ألف نقطة، مدعوم بالعديد من المحفزات الداخلية، أرباح الشركات عن فترات الربع الأول والثاني والثالث التي جاءت الحقيقة معتبرة مفاجئة من ناحية أرباح الشركات ونمو أرباح هذه الشركات، وأيضا انحسار الشركات التي تراجعت في نمو أرباحها، وأيضا العوامل الخارجية الخاصة بارتفاع أسعار النفط ودعم قطاع الطاقة في قطر. كل هذه الأمور كان لها بالتأكيد تداعياتها على البورصة القطرية التي نتابعها اللحظة عند مستويات 12 ألف نقطة. سنأتي إلى تفاصيل إن شاء الله الجلسة بالتفصيل، لكن بعد قليل اللحظة نذهب إلى انطلاق النسخة الثالثة من قمة قطر للتجارة، حيث تستضيف قادة الفكر العالميين وأصحاب المصلحة والخبراء في مجالات الموانئ البحرية والشحن الجوي وسلسلة التوريد والتكنولوجيا اللوجستية. تهدف هذه القمة إلى إبراز النمو الاقتصادي للبلاد في حقبة ما بعد وباء كورونا. يناقش خلالها المشاركون موضوعات عدة من أبرزها الفرص الاقتصادية ومستقبل موانئ قطر، بالإضافة إلى محور اتجاهات سلسلة التوريد ورسملة السوق من خلال التعاون وصناعة الشحن وأفاق أيضا النمو المستقبلية. في لقاء أجريناه قبل دقائق من الآن في قمة قطر للتجارة، أكد السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أن العمل جار على قدم وساق منذ العام 2010 للتجهيز لهذه البطولة، وقد نمت مختلف القطاعات في الدولة وخاصة قطاع الإنشاءات، حيث شارفت مشاريع كأس العالم على الانتهاء، مؤكدا أن المشاريع الرياضية قد ساهمت بشكل كبير في تطوير القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني. مؤتمر اليوم راح يركز على تطور الاقتصاد والقطاعات المختلفة في الاقتصاد القطري، ومن بينهم اليوم الكلمة اللي راح أتكلم عنها هي دور كأس العالم في نمو الاقتصاد. طبعا من 2010 وإحنا شغالين على مشروع كأس العالم، وشفنا نمو في العشر سنين اللي فاتت خاصة في قطاع الإنشاءات. طبعا شركائنا اللي كانوا مساهمين في تطور الدولة استعدادا لكأس العالم تقريبا شارفت على الانتهاء من مشاريعها، وإحنا نشوف أن الأحداث الرياضية بشكل عام تساهم في تطوير القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، وإن شاء الله إحنا نشوف هذا النمو راح يتزايد إن شاء الله مع ما بعد كأس العالم، خاصة أن كأس العالم من أهم أهدافها الاستدامة، ومن ضمنهم الاستدامة الاقتصادية. ونذهب اللحظة إلى الزميلة سلام عمر المتواجدة في مكان انعقاد قمة قطر للتجارة. سلام، ما هي الأجواء اللحظة في ظل هذه المشاركة الكبيرة من عدة جهات فاعلة في الدولة في هذه القمة المهمة؟ نعم مروان، في هذه الأثناء هناك جلسة حوارية يشارك فيها السيد ناصر الخطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كما ترون خلفي. ما زالت هذه الجلسة جارية، حيث أكد فيها أن قطر على أتم الاستعدادات لاستضافة تلك البطولة بمشاركة قطاعات واسعة في الدولة، ومن أجل إنجاح البطولة مستعرضا كيف استطاعت قطر
كذلك باستضافة العديد من البطولات العالمية سابقا، وآخرها سوف تكون بطولة كأس العرب بعد أيام قليلة، والتي ستجرى بإذن الله في ظل النمو الاقتصادي التي تشهده الدولة، حيث حققت قطر نموا اقتصاديا خلال الربع الثاني من هذا العام بمقدار 4%، بعد أن كانت قد حققت خلال الربع الأول بحوالي 3%. السيد ناصر الخاطر أيضا تحدث عن ملاعب هذه البطولة والتجهيزات التقنية والتكنولوجية لهذه الملاعب الثمانية، حيث أن كل ملعب له طاقة جماهيرية بحوالي 40,000 مشجع، هذه الطاقة تستوعب 40,000 مشجع. وركز على جانب الاستدامة في ملاعب المونديال من حيث التصميم والبناء والإرث التي ستتركه البطولة في قطر وخارجها، لتترك عمليات تشييد البنى التحتية للبطولة وتطويرها إرثا إيجابيا للعالم وإرساء نموذج يحتذى به للبطولات. بعد هذه الجلسة سوف تكون هناك جلسات أخرى يشارك أيضا فيها قطاعات أخرى في قطر، وأيضا متحدثون وخبراء وأصحاب قرار. هنا كان السفير أيضا سفير الجمهورية الأوكرانية كان يتحدث في بداية المؤتمر عند الساعة 1، سوف يتحدث السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. واليوم كان هناك كما أسلفت مروان خبر عجل بارتفاع المؤشر العام بأعلى مستوياته في 6 سنوات، سوف يتحدث السيد راشد المنصوري عن تطور بورصة قطر وكيف استطاعت البورصة أو المؤشر العام يرتفع هذه الارتفاعات، خاصة يعني كذلك بعد وباء كورونا، وهي وما قامت به البورصة من استخدام أدوات لجذب المستثمرين. مروان، إذن هذا كل ما لدينا من مؤتمر أو قمة قطر للتجارة، هذه القمة التي سوف تختتم غدا بإذن الله. إليك مروان. كل الشكر لك الزميلة سلام عمر من قمة قطر للتجارة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. تحت شعار التخطيط المنفتح أوقات جديدة وأماكن أفضل ومجتمعات أقوى، انطلقت في الدوحة فعاليات المؤتمر 57 للجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم، حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة العديد من القضايا التخطيطية للمدن والأقاليم وعرض تجارب عالمية من كل قارات العالم واستعراض أوراق عمل بحثية وفنية، فضلاً عن دراسة المراكز العمرانية وتوافقها مع التنمية المستدامة. مشاهدي الكرام، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أن العاصمة القطرية الدوحة تمكنت من تحقيق أحد أكثر نماذج التنمية الحضرية إلهاما في الشرق الأوسط بل وعالميا أيضا، وأثبتت كذلك بكل تخطيطها الحضري المستدام ومرونتها وتنميتها المرتكزة على الإنسان وتنويع الاقتصاد استعدادها الكامل لحقبة ما بعد النفط.
جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادة الوزير المؤتمر 57 للمنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم. مجموعة من الورش الفنية على مدى 4 أيام تستضيف الدوحة المؤتمر 57 للجمعية العالمية لمخططي المدن والأقاليم الذي يتضمن جلسات تتناول مواضع عدة أبرزها بناء المدن الفريدة والذكية والاتجاهات المستقبلية للتخطيط الحضري في مجلس التعاون الخليجي. لم تقتصر جهود دولة قطر على استضافة المؤتمر الذي فازت بتنظيمه من بين مدن عالمية ترشحت لاستضافة نسخته هذا العام، بل تجاوزت جهودها التنظيم لتطول دعم اللجنة المنظمة للمؤتمر. قمنا كما تعودت دولة قطر دائما في دعم المنظمات الدولية العاملة في الشؤون التنموية والإنسانية بتقديم دعم إضافي للمنظمة الدولية المخططية المدن والأقاليم قدر 50,000 يورو بالإضافة إلى الدعم الرئيسي للاستضافة وقدر 100,000 يورو، وذلك تقديرا منا للظروف الصعبة التي تولدت من تداعيات جائحة كورونا. المؤتمر الذي ينظم بعد التعافي الجزئي من جائحة كورونا يأتي كذلك في وقت تستعد فيه دولة قطر لاحتضان كأس العالم، وهي مناسبة تستغلها اللجنة المحلية للتعريف بالنهضة التنموية التي تشهدها الدولة. من ضمن الأهداف الرئيسية لاستضافة هذا المؤتمر اللي هو التسويق وإظهار للعالم مدى جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم، ويشوفون البنية التحتية الراقية لدولة قطر ووسائل النقل الحديثة والخطط العمرانية، وفي نفس الوقت مستوى اللي وصلت لقطر من ناحية التخطيطية. وعلى هامش المؤتمر تقيم اللجنة المحلية معرضا في مدينة مشيرب للتعريف بأنماط التخطيط العمراني وتبادل التجارب في هذا المجال. بجانب المؤتمر أقمنا معرض مصاحب في ساحة وادي مشيرب، وبناء على عنوان المؤتمر اللي هو التخطيط المنفتح قررنا إقامته في منطقة مفتوحة حيث أن الزوار يقدرون يجون برفقة عائلاتهم، لأن المؤتمر مخصص لجميع الفئات العمرية. يطرح المؤتمر مواضيع عديدة حول التخطيط العمراني تجسدها رؤية قطر في تشييد وإقامة مدن ذكية وفق معايير الشمولية والتمكين والتفرد والاتصال والمرونة والتكيف، وهي معايير حددتها دولة قطر لإنجاح مشاريعها العمرانية الحالية والمستقبلية. معرض قطر للضيافة بنسخته 6 فرصة للاطلاع على التطور الذي يشهده قطاع الضيافة في الدولة، لا سيما في ضوء المؤشرات الإيجابية المتوقعة لنمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. ويشهد المعرض كما تابعناه خلال يومه الأول بالأمس مشاركة من أكثر من 170 جهة من الموردين ومزودي الخدمات في قطاع الضيافة وأيضا الفنادق من أكثر من 30 دولة حول العالم، ومن بينها 100 شركة قطرية، ما يؤكد نمو الإنتاج الوطني. مباشرة مشاهدة الكرام إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ومعنا من هناك الزميلة نادين البيطار. كيف يساهم نادين، صباح الخير أولا، كيف يساهم معرض قطر للضيافة في دعم نمو قطاع السياحة والضيافة في
الدولة، وحدثينا أيضا عن هذه المشاركة الكبيرة للشركات القطرية في هذا المعرض الهام لقطاع السياحة والفندقة. صباح الخير مروان، صباح الخير على كل مشاهدينا على شاشة تلفزيون قطر في برنامج جلسة أعمال. فعلا أنا متواجدة في النسخة السادسة لمعرض قطر الضيافة 2021، وقطر طبعا تهتم كثيرا في ملف والقطاع السياحي والضيافي للدولة. طبعا هناك يعني حملة ترويجية أطلقتها قطر للسياحة، وهي الأضخم من نوعها، وهي تستقطب يعني أكثر من 6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030، وسيحفز قطاع الضيافة والسياحة الأنشطة الاقتصادية في الدولة. أيضا هناك تطوير للبنية التحتية في يعني موضوع قطاع الضيافة، وهناك نمو أيضا لهذا القطاع. هذا النمو سنويا سيصل إلى 12.1% نمو مركب بين الفترة من 2019 إلى 2022، قيمته ستصل إلى 1.4 مليار دولار. إذن هذه الأرقام التي نتحدث عنها هي الملف المهم لدولة قطر، وهي عن القطاع السياحي. طبعا هناك كثير من الشركات القطرية، أكثر من 100 شركة مشاركة لهذا العام، وأيضا هناك 30 دولة. ولكن من الشركات القطرية المهمة التي تشارك في معرض قطر للضيافة لهذا العام إحدى الشركات الزراعية، والتي تعتمد على المواد العضوية تحديدا. معنا سعادة الشيخ فيصل بن حمد الثاني، طبعا الرئيس التنفيذي لشركة المردية للتجارة والزراعة. حياك الله معنا الشيخ، وبداية أخبرني عن مساهمتكم ومشاركتكم في نسخة هذا العام، النسخة السادسة من معرض قطر للضيافة، وكيف يعني هذه المساهمة ستطور من القطاع، قطاع الضيافة والتغذية. السلام عليكم، أول شيء أرحب فيكم في تلفزيون قطر وأشكركم على الاستضافة، وأرحب أيضا بالسادة المشاهدين في الشاشات. الشركة اللي عندنا مثل ما قلتي شركة عضوية تهتم في الزراعة والثروة الحيوانية، وهدفنا ان احنا نوصل ان شاء الله للزراعه العضويه اللي توصل لكل بيت. ومثل ما تشوفين المنتجات اللي عندنا سواء من مبيدات او من اشياء زراعيه او حيوانيه كلها تعتمد على البكتيريا النافعه. نعم وايضا المبيدات اللي عندنا هي سيف، وهي يعني غير ضاره لا بالناس ولا بالحشرات او الحشرات اللي هي النافعه، وايضا الحيوانات والبشر. نعم نهدف من هذه التقنيه اللي استخدمناها اللي هي البكتيريا النافعه الى رفع الانتاج، ويكون ايضا الانتاج سعره اقل من المنتجات الثانيه، وجوده الانتاج. يعني احنا في هذا ساعدنا ان احنا نزرع اول حاجه في بيئه غير صالحه للزراعه، تكون بيئه مالحه سواء من التربه او من المياه، والحمد لله قدرنا احنا نتغلب على هذه المشكله بالتقنيه هذه، وقدرنا نزرع، وكان الانتاج يعني الشيء المبشر ان الانتاج اعلى، الانتاج كان اعلى، وكانت الجوده افضل بكثير من الاشياء اللي هي المنتجات اللي هي ما تستخدم طبعا اللي هي الكيميكال والاشياء هذه، طبعا احنا ما ننصح فيها. نعم ايضا احنا نسعى الى مساعدة الدولة على الحين المناخ، المناخ كله متغير، واحنا نسعى ايضا الى ان احنا نساعد في هذا، في لما نستخدم هذه المواد نساعد ان نسحب الكربون الموجود في الجو نضعه تحت التربة. فهذا يعني المساعدة ايضا للحين توجه الدولة وتوجه العالم كله الى بيئة انظف وبيئة افضل. نعم، من الملاحظ يعني توجه رجال الأعمال القطريين للإنتاج الوطني مقارنة بالسنوات الفائتة التي كان هناك يتم التركيز أكثر على الاستيراد من الخارج، ما هي أسباب ذلك؟ والله يعني الدولة مرت في أوقات ومرت في هذا، وكانت كلمة سمو الأمير لنا حفظه الله رب ضارة نافعة. احنا ابتدينا من هنا، بدينا ننتج الحمد لله، وبدينا يعني ما نعتمد على انفسنا، ما صرنا ما نعتمد على الغير، فالحمد لله رب العالمين. وايضا بحول الله ان المنتجات اللي عندنا طلعت افضل بكثير من المنتجات اللي كانت تيجينا من الخارج، لان احنا نعرف احنا اهل البلد واحنا نحافظ عليها. واحنا ايضا اخذنا هذا الشعار من اليوم الوطني
وقلنا احنا بننفذ عندنا اللي هو مرابع الاجداد امانه، فاحنا هذه امانه عندنا، هذه ثقافه ودنا احنا ننشرها بين الناس كلهم، ان يستخدمون الزراعه العضويه، صحه لهم افضل، طعم افضل، وجوده افضل. يعني هذا ما لاحظته عندما تذوقت بعض من الخضروات الطازجه اللي هي من مزرعتكم ومن يعني المواد التي تستخدمونها. طبعا يشكرنا استضافتك سعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني الرئيس التنفيذي لشركه المرديه للتجاره والزراعه، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الوافيه. طبعا المعرض مستمر مشاهدينا حتى يوم الخميس، وسيفتح ابوابه يوميا من الساعة 2 ظهرا إلى 9 مساء. هذا كل ما لدينا، نعود إلى مروان في الاستوديو. كل الشكر لك نادين البيطار على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بعد مرور ساعة من افتتاح جلسة التداول في البورصة القطرية، تحدث اللحظة عن مستويات كما ذكرنا 12,000 نقطة، هذا المستوى المنتظر، ولربما يتم البناء والتكتيك حتى من المستثمرين، من المضاربين، من المحافظ الاستثمارية سواء كانت محلية أو حتى استثمارات أجنبية، للانتقال إلى مرحلة جديدة لربما بعد هذا المستوى المهم للبورصة القطرية التي ودعته قبل حوالي 8 سنوات. سنعود إلى هذه التفاصيل، لكن اللحظة موعدنا مع النشرة الاقتصادية، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى النشرة الاقتصادية التي نبدأها بالعناوين. معرض ومؤتمر قطر للضيافة يتواصل بمشاركة أكثر من 170 جهة عارضة من قطر ومن مختلف دول العالم. أشغال تبدأ في تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف بتكلفة تناهز 558 مليون ريال. وقعت دولة قطر مع برنامج الأغذية العالمي اتفاقية دعم الأمن الغذائي والتغذية لخطة استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن بقيمة 90 مليون دولار أمريكي. شهد توقيع الاتفاقية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس صندوق قطر للتنمية. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فيما وقعها عن برنامج الأغذية العالمي السيد ديفيد بيزلي المدير التنفيذي للبرنامج. التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال الذي بدأ أمس في مسقط ويستمر 4 أيام. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر في لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
تتواصل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات النسخة السادسة من معرض قطر للضيافة بمشاركة محلية ودولية واسعة، وكان المعرض قد افتتحه أمس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، كما شارك في الافتتاح سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية رئيس جهاز قطر للسياحة. هذا ويجمع معرض قطر للضيافة هذا العام أكثر من 170 من الموردين ومزودي الخدمات في قطاعات الضيافة والفنادق من أكثر من 30 دولة حول العالم. بدأت هيئة الأشغال العامة تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب المشاف الحزمة التاسعة، وسيخدم المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 558 مليون ريال، سيخدم عند اكتماله 1144 قسيمة للأراضي أراضي المواطنين، وسيتم من خلال المشروع تطوير وإنشاء شبكة طرق بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف للمياه السطحية والجوفية. أكد تقرير المنصة العقارية Property Finder قطر استمرار نمو المعروض العقاري في السوق القطرية بدخول 5000 وحدة سكنية جديدة إلى السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 معظمها في المناطق الحديثة. هذا ما يؤكده تقرير شركة الأصمخ للمشاريع أيضا الذي بيّن أن آلاف الوحدات السكنية تحت الإنشاء يتوقع اكتمال إنشائها خلال العام المقبل، وأشار التقرير إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في المناطق الواعدة والجديدة. في أخبار الشركات، أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة ملاحة توصية مجلس الإدارة بشطب أسهم خزينة لخفض رأس المال ليصبح ملياراً و136 مليون ريال، أي ما يعادل ملياراً و136 مليون سهم، والقيمة الإسمية للسهم ريال واحد بدلاً من مليار و145 مليون ريال. كما وافقت العمومية على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية، فضلاً عن تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية شطب أسهم الخزينة وتعديل النظام الأساسي. ختام النشرة الاقتصادية مشاهدة الكرام، فاصل ونعود إلى جلسة الأعمال وتحليلات البورصات القطرية وأيضا الخليجية والعالمية، ابقوا معنا. نعود إليكم مشاهدي الكرام مرة أخرى إلى جلسة الأعمال واستعراض اللحظة للبورصات الخليجية تحديدا والعالمية، لكن قبل ذلك نرحب مرة أخرى بضيوفنا من استديوهاتنا هنا في تلفزيون قطر، السيد أحمد الفضلي الصحفي الاقتصادي والسيد محمد حمدان الصحفي الاقتصادي من البورصة القطرية ينضم إلينا كذلك، وأيضا السيد تركي فدعق ينضم إلينا من جدة في المملكة العربية السعودية وهو المستشار المالي، وأيضا ينضم إلينا من الأردن السيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون الطاقة. رحب فيكم ضيوفنا الكرام، وأود البدء بداية نبدأ بالبورصة القطرية، وكما ذكرنا دعونا نستعرض وإياكم أين هي المستويات التي تسجل في هذه اللحظات. 11982 نقطة منذ افتتاح جلسة التداول، لاحظنا أن المؤشر كسر المستوى ثلاث مرات وعاد مرة أخرى اللحظة إلى 982 نقطة، يصل إلى المستوى ويعود مرة أخرى إلى الانخفاضات 10% نسبة الارتفاع، أحجام تداول 83 مليون سهم قيمتها 280 مليون ريال، 3992 صفقة تم تنفيذها. نذهب إلى القطاعات، تأمين انخفاض، بضائع انخفاض والخدمات الاستهلاكية، البنوك كذلك الأمر. نذهب إلى القطاعات الأخرى، ارتفاع في الصناعات وقطاع الصناعي أبرز المرتفعين كان خلال الشهر الماضي متأثرا بالارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط، قطاع الاتصالات ارتفاع بنصف المئة والعقارات أيضا 0.6%. نذهب إلى الشركات، بنك الدوحة في الصدارة 2.5%، أزدان ثانيا حوالي 1.6%، مساعيد أكثر من 1%، والخليج الدولية 17%، أكثرها انخفاضا كان في الإسلامية للتأمين، ثم الخليج للمخازن، قطر وعمان وشركة بلدنا.
هذه الشركات النشطة، الريان التجاري، الملاحة وقطر لصناعة الألمنيوم. نشوف الأسواق الخليجية، أسواق الخليج السعودية 11819 نقطة، الكويت 7805 نقاط، مسقط 4049 نقطة. هذه هي الأسواق الأمريكية، داو جونز 36432، S&P 500 4700 ونقطة واحدة، وناسداك 15982 نقطة. الأسواق الأوروبية، الداكس 16046، فوتسي 100 7300 نقطة، وأيضا كاك الفرنسي 7047 نقطة. تفاصيل أوفى مشاهدي الكرام حول البورصة القطرية، دعونا يعني نذهب إلى الصحفي محمد، صحفي الاقتصادي محمد حمدان من البورصة القطرية. السيد محمد حمدان، إذا يكسر مؤشر البورصة القطرية مستويات مهمة لأول مرة منذ 8 سنوات، ما هي الأسباب وهل سيستمر المؤشر العام في هذا في هذه المستويات المعتبرة؟ نعم، مؤشر بورصة قطر ممكن قبل لحظات كسر حاجز ال 12000 نقطة. منذ 8 سنوات هذا التغيير المتصاعد والمتوالي منذ الأيام الماضية. هنالك حزمة من العوامل أستاذ مروان ممكن نشير لها، هي أشياء أدت أو دفعت المؤشر العام للوصول إلى هذه المستويات القياسية. أبرز هذه المؤشرات التعافي من جائحة كورونا بشكل كبير جدا، والتعافي التدريجي على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني. دولة قطر وصلت إلى مستويات متقدمة جدا في برنامج اللقاحات والتطعيم الوطني. العامل الآخر هو ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية يمكن بلغت حوالي 83 دولار للبرميل، مع مؤشرات زيادة الطلب على الطاقة بشكل عام. ونحن بنعرف أنه البورصة القطرية معامل الارتباط ما بين أسعار الطاقة وما بين البورصة القطرية قوي جدا. العامل الثالث أيضا المؤشرات على الاقتصاد الكلي في دولة قطر جميعها تبدو إيجابية، يعني نحن بنشاهد أنه موازنة قطر حققت فائض بمعدل وصل إلى 4.9 مليار ريال في 9 أشهر الأولى من العام الحالي. أيضا بنشاهد أنه النمو الاقتصادي لدولة قطر ارتفع بمعدل 4%. بنشاهد أنه أسعار الطاقة بشكل عام ارتفعت. العوامل جميعها إيجابية، مستويات التضخم بتبدو منخفضة للغاية. احتياطيات مصرف قطر المركزي من العملات الأجنبية في شهر أكتوبر في آخر تقرير مصرف قطر المركزي يمكن أكثر من 210 مليار ريال. نعم، فهذه المؤشرات جميعها دفعت المؤشر إلى تحقيق مستويات قياسية، وأتوقع أنه سيستمر في الصعود. سيد تركي في جدة، مرحبا بك، صباح الخير. هذا التوحد في الارتفاعات التي تشهدها الأسواق الخليجية، بورصة قطر اليوم هذه كمثال عند هذه المستويات القياسية، البورصة السعودية كذلك الأمر، يعني من ناحية النتائج المالية، حالة التفاؤل الإيجابي لدى المستثمرين كذلك الأمر في السوق السعودي، كذلك الأمر في السوق الكويتي، ما مدى يعني عملية الربط ما بين هذه الارتفاعات في الأسواق الخليجية؟ هذا أولا من ناحية ارتفاع أسعار النفط، الأنباء الداخلية عن ارتفاع الموازنات وتحقيق أيضا فوائد سواء في قطر أو حتى في المملكة العربية السعودية، بالتأكيد دعمت شهية المستثمرين سواء محليين أو خارجيين للدخول إلى هذه الأسواق والاستثمار فيها. نعم، قد تتشابه الأسواق الخليجية في هذا الجانب. النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات وإيرادات الموازنة العامة وبالتالي للحكومات الخليجية إجمالا، ولكن قد يعني يختلف الأثر. ارتفاع أسعار النفط تؤثر على الأسواق المالية الخليجية إجمالا من جانبين. الجانب الأول هي التوقعات الإيجابية بانخفاض عجز الموازنة أو حدوث وفورات في الميزانية العامة للدولة، والجانب الآخر هو الأرباح التي تحققها شركات البتروكيماويات تحديدا، لأن هوامش الربحية تزداد لديها، وأيضا مع ارتفاع أسعار المشتقات البتروكيماوية التي يعتبر متغير تابع لارتفاع أسعار النفط، أيضا هذا العامل الآخر. ولكن جزء رئيسي من الارتفاعات هو عوامل نفسية بشكل أكبر، لأنه الارتفاعات أحيانا قد تدفع بعض الشركات إلى مستويات ما فوق القيم العادلة ضمن مجموعة كبيرة من الشركات. هنالك أيضا الأوضاع والخطط الاقتصادية الخاصة بكل دولة. في المملكة هنالك الخطط التي مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، لأجل ذلك هنالك تغير هيكلي في الاقتصاد السعودي
من المتوقع أنه ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الكلي. التوقعات الإيجابية على مدى الشهرين الأخيرين ساهمت في ارتفاع مؤشر السوق إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، هذه المستويات التي نشاهدها في مؤشر السوق. ولكن أيضا الأنباء الإيجابية، اليوم صدر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وهو القراءة الأولية، وتشير إلى ارتفاع النمو للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على نطاق سنوي الربع الثالث مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى مستويات عالية تفوق 6.9%، وهو الأعلى منذ عام 2012. سيد تركي، يعني هيئة السوق تسمح باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما تبعات هذا القرار على السوق السعودي في الأيام القادمة؟ الاستثمار في المدينتين المقدستين مكة والمدينة بشكل مباشر هو فقط للمواطنين السعوديين، وأيضا مسموح للمواطنين الخليجيين أن يستثمروا عبر صناديق الاستثمار، لكن الغير خليجيين لم يكن في السابق مسموح لهم الاستثمار في هاتين المدينتين. هذا القرار في اعتقادي سوف يساعد على ضخ سيولة استثمارية بشكل كبير في هاتين المدينتين، خصوصا وأن كثيرا من الغير خليجيين والمسلمين يودون أن يستثمروا في هاتين المدينتين، ليس للنواحي المالية أو المؤشرات المالية، إنما للنواحي النفسية، أنهم يساهموا في استثمار في أقدس مدينتين لدى المسلمين. كل الشكر لك السيد تركي فدعق، المستشار المالي، كنت معنا من جدة المملكة العربية السعودية، شكرا لك. أسعار الذهب مشاهدي الكرام ارتفعت هي الأخرى لأعلى مستوى في شهرين تقريبا عند تسوية تعاملات أمس مع السياسة الحذرة للبنوك المركزية وبعد تمرير مشروع قانون البنية التحتية في الولايات المتحدة. المستثمرون فضلوا الإقبال على الذهب للتحوط من تقلبات الأسواق، خاصة مع ارتفاع إصابات كورونا في الصين وأوروبا واستمرار تصاعد الضغوط التضخمية في العالم. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ألمح في الأسبوع الماضي إلى عدم تحريك معدل الفائدة لحين تحسن سوق العمل، في حين ثبت بنك إنجلترا الفائدة دون تغيير على عكس توقعات الأسواق برفعها. مزيد من التفاصيل نذهب إلى السيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون الطاقة من عمان. سيد عامر صباح الخير. ارتفاع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند 1828 دولار للوقية عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر الماضي، كيف تقرأ هذه الارتفاعات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك مروان وللمشاهدين ولضيوفك وشكرا على الاستضافة. نعم بالفعل الذهب بارتفاع نتيجة وجود بعض المخاطر العالمية على الاتجاه إلى يعني حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. الذهب يتأثر أساسا بالسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وما تتبعه من سياسات من المركزيات الأخرى في العالم. الفيدرالي الأمريكي رغم أنه قلص خطط التحفيز الاقتصادي بقيمة 15 مليار دولار شهرياً عن 120 مليار دولار كانت في السابق، هذا التقليص أدى إلى مزيداً من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وأدى إلى اللجوء مرة أخرى إلى الملاذ الآمن في الذهب. رغم الارتفاع الحالي ورغم النسب التي يعني وصلت إليها أسعار الذهب حاليا هي بأقل بحدود 3% عن معدلات السنة الماضية، إلا أنها بالمحصلة هي أعلى بكثير من معدلات السنوات قبل الماضية. السنة الماضية وصل الذهب إلى حاجز 2000 دولار للأوقية، إلا أنه الآن أيضا يكسر هذا الحاجز 1800 دولار للأوقية منذ سبتمبر الماضي. فبالتالي هذا الأمر يدل على أن بعض المستثمرين في أسواق الذهب ما زالوا يلجؤون له كملاذ آمن، وذلك نتيجة
حالة عدم اليقين أيضا في الأسواق العالمية، ونرى الآن مع تحسن بعض النتائج لأسواق المال العالمية ربما هذا ينعكس سلبا في الأسابيع القادمة على أسعار الذهب. نعم. في موضوع النفط سيد عامر، توقع وزير الطاقة الإماراتي أن تشهد سوق الطاقة زيادة في عرض النفط خلال الربع الأول من العام المقبل، وقال وشدد على أنه تحالف أوبك بلس كان له الفضل في الحد من زيادة الأسعار بشكل مفرط. كيف ترى هذه التصريحات في وقت نعيش فيه ارتفاع في الأسعار ومتوقع أن ترتفع بشكل أكثر؟ نعم، تصريحات وزير الطاقة الإماراتي جاءت لمواجهة بعض ردود الفعل التي قد تتلقاها أوبك بلس من الولايات المتحدة، هو بطرح أن أسعار النفط قد ترتفع بنسب كبيرة بعدم وجود أوبك، ويواجه خطة قد تستخدمها الولايات المتحدة كخيار يعني الأبعد، وهو استعمال قوانين الاحتكار، وذكرت ذلك صراحة وزيرة الطاقة الأمريكية عندما اعتبرت أوبك بلس كارتيل احتكاري. فبالتالي نرى هذا جيدا من وزير الطاقة الإماراتي، ونرى أنه يعني زيادة اتفاق ما بين دول أوبك بلس على التمسك بالسياسة الحالية لزيادة الانتاج التدريجي، إلا أنه أيضا يعني لا نستطيع إنكار ما بيد الولايات المتحدة من يعني خطط قد تستخدمها في الأيام القادمة، وأوراق كما ذكر الرئيس بايدن، يعني سنرى إذا كانت هذه الأوراق فاعلة أم لا في الأيام القادمة، لكن ربما تستخدم بعض الأوراق بداية من السحب من المخزون الاستراتيجي، بداية من الابتعاد عن التناقض في طلب زيادة الإنتاج، ومن ناحية أخرى هي تقلص المساعدات المالية وتفرض بعض القيود على صناعة النفط في الولايات المتحدة. سنرى إذا كانت تستطيع زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة بالفعل، أو أنها ستلجأ إلى الخيار الأبعد والأخطر، وهو استخدام قانون نوبك أو مشروع نوبك في اعتبار يعني دول أوبك بلس دول احتكارية، وبالتالي هذا أيضا لديه العديد من المخاطر على الولايات المتحدة نفسها كون دول الخليج. والسعودية على وجه الخصوص هي أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة بواقع تريليون دولار، وهذا يعني يدفع باتجاه تأزيم العلاقات ما بينها وما بين دول الخليج والسعودية التي كانت دائما علاقات متينة، عدا أنه أيضا قد يضر بصناعة النفط العالمية، وهذا حقيقة كما ذكر وزير الطاقة الأمريكية عدم وجود أوبك بلس كمنظم لسوق النفط قد يدفع بأسعار النفط بدل الانخفاض في البداية إلى الارتفاع بشكل كبير في السنوات القادمة. وشكرا لك. واضح سيد أحمد فضلي، هذه المستويات للمؤشر العام لبورصة قطر، البعض كان يتوقع بأنه قد نصل إلى مستويات قريبة من 12,000 نقطة، لكن يجب أن يرتاح السوق بعد 6-7 أسابيع متتالية من الارتفاعات. يبدو بأنه هناك من يريد الوصول بالمؤشر العام إلى اختراقات 12,000 نقطة أقل للتثبيت اللحظة، وإعطاء أيضا يعني المستثمرين فرصة أكبر للتفكير في استثمارات لربما جديدة وبناء موقع جديد للمؤشر العام. صحيح، مما لا شك فيه، يعني هذا ما نلاحظه حقيقة في السوق إذا ما نظرنا إلى حجم التداول والقيم المسجلة. يعني اليوم تقريبا النشاط هو مؤسساتي، وعلى ما يبدو أن المؤسسات الأجنبية تقوم، هي بالإضافة إلى عدد من المحافظ الخليجية تقوم بعملية تجميع على عدد من الأسهم القيادية ضمن القطاع الصناعي، وكذلك القطاع العقاري من خلال أسهم أزدان، وكذلك بعض الأسهم القيادية ضمن القطاع البنكي على غرار بنك الدوحة والريان الذي أكمل عملية الاندماج مع البنك الخليجي وتحصل على الموافقة الرسمية من مصرف قطر المركزي. فعلى ما يبدو أن المؤشر هناك يعني عملية اختبار حقيقي لمستوى الـ 12,000. طبعا قد نعود إلى اختبار رابع لمستوى الـ 12,000. حقيقة من المفروض أن تكون هناك عملية تهدئة على السوق خلال هذه الفترة، خاصة أننا يعني نقترب شيئا فشيئا من المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية، وكذلك يعني نحن ما زلنا لم ندخل في نصف الربع الرابع من العام الجاري، وبالتالي عادة تكون هذه الفترة هي فترة تهدئة لقياس الاستثمارات وإعادة دراسة الاستثمارات سواء كانت للأفراد أو حتى للمحافظ محلية أو أجنبية خلال هذه الفترة. لكن في كل الحالات يعني حركة السوق هي إيجابية، يمكن اعتبارها إيجابية في ظل تواصل جذب سيولة. شكرا جزيلا لك أحمد الفضلي صحفي الاقتصادي، وسيد محمد حمدان من البورصة القطرية، والسيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون الطاقة كان معنا من الأردن.
والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.